بوجلود احنا كنعرفوه من زمان حاضر في الموروث الثقافي المغربي، ولكن ماشي بهذا الشكل اللي طوروه دابا وبغاو يخرجوا على وليداتنا وبغاو يخرجوا على اجيال جديده قديمه. واش انت عمرك شتي راجل تيعكر ويدير المكياج؟ ولا شتيه في الزنقه دابا معكر وداير المكياج في ذاك الموسم؟ تقدر تمشي تزعط فيه وتخطبو كاع تقول له واش نتزوج بك؟ ما عرفتيه واش راجل ولا مراه، انت على نيتك. لان هذا احنا عندنا الحمد لله المغرب غني بالثقافات، عندنا الثقافات من طنجة للقويرة شرقا غربا كل شيء الحمد لله. عندنا الرقادة عيسى وقنا عمرهم ما بدلوا وجههم ولا تسيفوا كيف عرفناهم من النهار الاول باقيين صبغتهم. هادو بداو داك المرور الثقافي اوكي. كل واحد حر انه يدير الابداعات ويدير الجديد ويدير كذا، ولكن باش راجل ما عرفناه واش راجل دابا ولا ماشي راجل ولا بنت ولا ولد ولا ما عرفتش ذاك الجنس كاع. انا ما بقيتش نعرف، انا من واحد الجنس، انا من واحد الجيل القديم ما بقيتش نعرف هذا الجيل شنو هو باغي، شنو باغي اصلا. السيد كيعكر داير المكياج خارج محزم تيشطح في الزنقه، واحد الشطيح غريب ما عرفتش داك الشيء كيفاش. واش هما باغيين يدخلوا علينا هذه الثقافه جديده على هاد الناس ويفسدوا لنا المجتمع المحافظ ديالنا، اولا شي جهه اخرى مسؤوله على هذا الشيء باغا تدخلنا هاد الاعتبارات؟ المهم انا كنقول الا كان بوجلود بهذه الطريقه من الاحسن يتحيد ولا يبقى في الصفه ديالو القديمه، سينو الله يعاوننا عاونه. انا كما تنامن بشي بوجلود وما عمرني درت بوجلود، تنعرف بوجلود ديال لهجتك بوجلود ديال بحال الحبوبه بوجلود اللي تنعرف انا، اما بوجلود وهادشي ديال اللي ولا دابا ديال الماسكات يلبسوهم شنو هادشي؟ راه والو هادشي راه ديال فهمتيني، ماشي شي حاجه بوجلود هذا. بوجلود واش بنادم تيلبس ولا تيلبس بيريك؟ دابا المهرجانات بيريكات هذيك بوجلود هذيك، ديك راه الضحك شي ضحك عندنا بنادم ماشي بوجلود. حنا الثقافة ديال المغرب ماشي بحال هكا اخويا، الثقافة ديالنا حنا معروفة وتيعرفها العالم كله. المغاربة الحمد لله عندنا أعياد ديالنا، عندنا فهمتيني الثقافة ديالنا الحمد لله اللي واصلة للعالمية معلم. أما داكشي ديال بيروكات والمسرحيات شي ديال اللي تيطيع بالسمعة ديال المغرب وداكشي ما عنديش معاه اخويا. هذاك اللي فيه داير القرون بحال الحولي زوين زوين وهادي راه كادير تيدز زوين وكلشي الحمد لله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا الله يهديهم يا ربي تيديهم يا ربي، اللي نطلب انايا يا ربي تيديهم. حنا رجال هادو خصهم يخدموا، خصهم يكونوا رجال ديال بصح، خدمه موجوده عطا الله ما يدار بعلمي كراني راجل، ولكن داكشي باهي يبداو ماركيو داكشي عيب حشومه حرام ما يبغيش الله. الله يهديهم يا ربي تهديهم وتهدينا وتهدي لامتي محمد، الله يعفو عليا وعليهم على امتي محمد كيف اجمعين. نطلب الله يهديهم يا ربي تهديهم، راه ماشي معقول. الله يهديهم الله يهديهم، خصهم يكونوا رجال. رجله راه واعره، رجله راه واعره. انا كنهضر معاكم وحق الله العلي العظيم، الا رجله واعره اي مراه بنت مراه ضربتي راه تضرب امك بحال ضربتي امك. على شكون ولدات امراه راه بحال ضربتي امك؟ حرام لا ما يبغيش الله بحالكم.